Not courses for English. How can I help you? أكاديمية الكورسات؟ قصدي حضرتك أكاديمية مش كورسات يا فندم. يا عم يعني هتفرق كورسات مش كورسات كلكم زي بعض. أنا آسف يا فندم، إحنا أكاديمية مش كورسات. طب يا عم خلص. بص يا عم، أنا خدت كورسات في كل حتة في مصر من أول البريتش لحد معهد العسكر. قول لي بقى أنت تفرقوا في إيه؟ إحنا يا فندم هتقول لي محادثة؟ خدت محادثة وبرضه ما بعرفش أتكلم إنجليزي. أوكي يا فندم. احنا يا فندم كورسات هتقول لي ممارسة؟ خدت كورسات ممارسة وبرضه ما بعرفش اتكلم انجليزي. اوكي يا فندم، احنا يا فندم في اكاديمية مش كورسات. هتقول لي اجانب؟ خدت كورسات وبرضه ما بعرفش اتكلم انجليزي. اوكي يا فندم، احنا يا فندم في اكاديمية مش كورسات. منهج؟ برضه ما بعرفش اتكلم انجليزي يا فندم. طيب سي دي وكتاب؟ ما بعرفش اتكلم انجليزي يا فندم. طيب احنا يا فندم في اكاديمية مش كورسات. هتقول لي جرامر؟ حفظت كل قواعد الجرامر وبرضه ما بعرفش اتكلم انجليزي. اوكي يا فندم، ممكن يا فندم تسمعني لحد الآخر علشان تعرف إحنا نفرق عن كل الأماكن دي في إيه؟ تفضل يا فندم. هتسمعني؟ هسمعك. إحنا في أكاديمية مش كورسات اكتساب. مفيش كتاب، مفيش كورسات، مفيش جرامر، مفيش سي دي، مفيش مذاكرة، مفيش شهادات. إيه؟ أمال في إيه؟ عندكوا إيه؟ عايز تعرف عندنا إيه؟ ادخل على www.notcourses.com.